الآن يوجد تهمة للشيخ فركوس حفظه الله أنه يفعل كذا، مثلا إذا مثلا مسألة هو الإنكار العلني في جزئية معينة تكلم فيها وأخطأ فيها. هم يعمدون إلى كما قلت لكم بالأمس التضخيم وإلى الإطلاق، أنه يقول بالإنكار العلني على قول الخوارج هكذا إجمال، حتى الذي لا يعرف خلفية الموضوع يغتر بالعبارة ويستغرب كيف أن يكون عالم سلفي يقول بقول الخوارج، فيهيئون للسامع أن الشيخ فركوس يقول بقول الخوارج في خروجه على السلطان، في خروجهم على السلطان وفي التشنيع عليه، يعني يجعل السامع لا يعرف حقيقة الشيخ كلام الشيخ فركوس، ويظن بأن الذي يقوله هو الذي يقوله الخوارج. هذه طريقة نفسية في طبعا الإيهام، والذي أنا أتكلم عنه الآن موضوع آخر، وهو التكرار للخطأ، تكرار أن الشيخ فركوس يقول هذا، تكرار تكرار، حتى ولو علم أن كلامه هذا تضخيم أو هذا كلام باطل، ما عندهم أهمية لقضية تحرير المسألة أو تحقيق القول أو العدل في الأحكام، ما عندهم هذا الشيء. المهم كيف نسقط الخصم، يعني غاية تبرر الوسيلة. عندهم مثل قاعدة الميكافيلية اليهودية، الغاية تبرر الوسيلة.